كتجيو هنا الخيط هذا هو اللي كنشرح لكم ديما، هو كتسولون عليه ديما. هذا بالنسبه لي دابا انا سهله، كنديروا خيط في بولا ديال فيوز هيا نوري لكم على هذا الشكل هذا. السلام عليكم مشاهدي قناة مصطفى اكسسوار وطن، نتمنى تكونوا كاملين بخير وفي صحة جيدة إن شاء الله. اليوم جيناكم بفيديو جديد كيف ما القاعدة وكيف ما عودناكم، بوست ديال 2008 اللي فيها بوست بيونير عادي. غنركبوا لها إن شاء الله هذا الإيكرون هذا اللي كتشوفوا بهذا الشكل هذا، دي بوس اللي فيه لوندرويد، كاميرا المارشالين كتخدم معاه، كيقرا الدي في دي، بلوتوث، جي بي اس، بلاي ستور كتيليشارجي اي ابليكاسيون بغيتي، وكيخدم زوين طاكسي كامل ما فيش لي البطونات نهائيا، وكيجيها اوريجينال. بقاو معنا في الفيديو باش تشوفوا الطريقه ديال التركب ديالو كيفاش غادي يركب، والشكل ديالو النهائي كيفاش غادي يجي، غادي يعجبكم بزاف. واللي عنده شي دو سونويت راه مرحبا به، دخل عندي الانستغرام يصيفط لي التصويره ديال البوست ديالو ونقول ليها شنو كاين. وماشي غير دو سونويت بالضبط، اي طوموبيل عندك بغيتي تبدل لها البوست راديو ديالها صيفط ليا في الانستغرام العام، وشي تصويره ديال البوست طابلو دو بون ديالك هذا صيفط ليا شي تصويره ديالك ونجاوبك، راه كنجاوبو كاع الناس. بقاو معنا في الفيديو حتى الاخر، ولا عجبكم الفيديو ما تنساوش ديروا شي لايك تشجعونا بها، وشي كومونتير زويون حتى هو تشجعونا به. بالحق الا عجبكم الفيديو ونتمنوا خليكم مع الفيديو، فرجه ممتعه. اخوان هنا بعد ما حلينا البوست راديو القديم ديالنا، كناخذوا البوست اللي غادي نركبو، كناخذوا الدار ديالو، ها هو الدار اللي تيكون هنا اللور، تيجي على هذا الشكل هذا. ها هو عنده جوج نويفات هادو كيجيو هنا، ها هما راه كاينين بلايصهم، كيجيو جوج نويفات هنا كيطيحو حتى صافي. اون فوا كتحطهم كتورك هنا لهاد الاغراقات هادو اللي دخلو صافي، كدير بعض الفيسات ديالك هنايا هنا. كنجيبو لاليمونطاسيون اللي عندنا، الكابلاج اللي كيمشي مع البوست، عندنا هنا فيش لاليمونطاسيون كيف ما شفتو، فيش ديال لادابتاتور ديال لونطين هو هذا، هادي الكامبيس اللي كتجي هنا اللي كتقرا لنا الطوموبيل، إذا كان عندك الكوموند بول ولا شي حاجة راه كيخدم. هادشي اللي بقى هنا، عندنا دوك لي يوز بي، عندنا فيش ديال الكاميرا دريكيل، هذا الا بغيتي تزيد شي اون بلاي ولا بغيتي تزيد شي حاجه، شي ليكتور شي ايكون اخرى ديال الدريسور شحال بغيتي تاخذ منها كتاخذ من هنا، ولا لون بلاي البازوكا السي بوفر. وفيه حتى ديال الميكرو ديال البلوتوث، هو هذا بحال هو هذا الميكرو كيدوز هو كيتحط هنا ولا هنا بلاصه هاد الفوق هنايا. هذا لونطين ديال جي بي اس، ها هو حلو باش تشوفو الشكل ديالو، هذا لونطين ديال جي بي اس هو كندوزو كنحطوه هنا في الجنب، نخرجوه شويه على الجنب ونحطوه لي بانش. هذا الميكرو كيف ما قلنا لكم، هادشي اللي كاين. هذا لادابتاتور ديال اليوز بي اللي ما وريتكمش، اليوز بي اوريجينال، ولكن هذه ما فيهاش اليوز بي اوريجينال، نكتفيو به ما نخدموش، كيخدم غير في الطوموبيلات اللي كيكون فيهم ديجا ليكرون. هادشي اللي كاين، بقاو معنا في التركاب باش تشوفوا كيفاش غنركبوا الفيشات ديالنا وكيفاش غندوزوهم.
دابا ندوزو من البواطاكو هاد جوج كلي يو اس بي كيدوزو للبواطاكو باش كتستعمل فيهم لي فيديو بغيتي تشارجي بهم التليفون ديالك ولا شي حاجه. هادشي اللي كاين. بقاو معنا في الفيديو، ما تنساوش لايك كومونتير تشجعونا بها، كنشكركم اللي بقيتو في الفيديو حتى لهاد الوقيته، ونتمنى تكملوا الفيديو كامل. الفيشات ديال كلي يو اس بي اللي خرجناهم في البواطاكو، ناخذ الفيش ديال لاليمونطاسيون تا هويا اللي كيجي ادابتر مع هذا الادابتور ديالو باش ما نقطعو حتى شي حاجه، كيجي كلشي مع الراديو هاكا. كندفعنا لداخل هادي الكامبيس كيف ما شرحت لكم من قبل. دابا غناخذ البوست ديال الراديو ديالنا نسيوه والشاعل قبل ما نركبو كلشي. ها هو كيف ما شفتو كيشعل بالشكل ديال الاندرويد، ها البوست ديالنا شعل على هاد الشكل هذا، فيه هاد لي زابليكاسيون يوتيوب كما قلت لكم من قبل، فيه كلشي. ها الاي سي يو غي مارشي ديالنا واش خدام عندنا ولا لا، نو فيديو هاد نو فيديو ملي كتعطيها لكم. دونك هاد الفيش هذا ما نساوش، ها هو الخضر اللي فيه ديال لي كان كنركبو حتى هو هنايا. هاد القضية ديال نو فيديو كنجيو لهنا كنركبو الفيش ديال الكاميرا باش نشوفو الصورة واش غطلع لينا تا هي ولا لا. كنجيبو هاد الفيش ديال الكاميرا هاهو لي قلت لكم من سبق، كنركبوه هنا وكنركبو هذا هنايا، كنديرو ليه بحال شي لوا ديال سكوتش باش ميتي بلاصتو. كنجيو هنا الخيط هذا هو اللي كنشرح لكم ديما، هو كتسولوني عليه ديما. هذا بالنسبه ليا دابا انا ساهله، كنديرو خيط فيه بولا ديال فيوز هايا غنوريها لكم على هاد الشكل هذا، هايا خيط دويه فيها بولا تيموان باش كنعبرو خيط ديال مارشارين. دابا غنديرو مارشارين كيف ما شفتو ونشوفو لاماس هنا، لاماس في الكونتاكت، نشوفو هاد الخيط واش كيخرج لنا مشاريل. لا هاهو كيف ما شتو كيخرج مشاريل، حيدنا مشاريل مغيعطيناش. دونك غنبرونشيوه مع هذا باش يعطينا ليمونطاسيون الكاميرا اللور. عطيوني عقلكم مزيان، ديما كطلبو مني نشرح لكم هاد القضية ديال الكاميرا وكنشرحها ديما وكتعاودو تسولوني عليها. هادي انا شرحتها لكم ثاني مره اخرى، هنا في البيجو ملي كيكون الكان كامبيس راه البوست كيقلب اوتوماتيكمون بلا ما تاخذ الضو من اللور. هذا الخيط هذا المارو كيخرج الضو، هو فيه باك. دونك دابا ملي غنديرو مارشارين نضربو دابا مارشارين ونشوفو الصوره ديالنا كي غادي الكاميرا هنا مزيان. انا كنجيب هاد الفيش هذا اللي قلت لكم ديال كنبرونشيو هنا باش نهار كنبغيو نحتاجو ولا شي حاجه كنلقاوه ما يتجلاش لينا، نخليوه هنا راكب. كناخدو هاد الخيط ديال جي بي اس، هادو الخيوطة ديال الكلي كيكب. كما كتشوفوا البوست ديالنا هو ساهله، جا على هذا الشكل هذا، جا زوين. لي زابليكاسيون اللي فيه راكم عارفين، طابليت
كاميرا فيه جات زوينه مارشاليان، كل شيء فيه زوين. وهذا الشيء اللي كاين. الى اللقاء الفيديو الجاي ان شاء الله.